هذاك غير فتحوا غير فتحوا شي بان مزيان. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. جينا من سلا من المغرب، جينا حتى لهنا لانغيم باش نتفرجوا في بدرهاري كوليزيون 2. صافي 3 زون كنتسناوها. انا جيت من سلا، الدراري جاو من بوردو، وصحابنا من الجزائر جاو حتى هما. الله يحفظك. الجزائر مابغاش تفارق معايا من قبيله. ياك كاين واحد اخر خليناه غير حتى هو حاضرين الحوايج. بيان سيغ بدرهاري، حنا جينا نتفرجوا في ماشي في الكومبا، جينا نتفرجوا في الربح ديال بدرهاري، حيت الماتش الاول الكومبا الاولى وقع ليه داك البروبليم، دونك سيتي با سيتي امبريفو. كنا متبعين وفي لي ريزو سوسيو البريباراسيون ديالو، ما شناش غيكو البريباراسيون ديالو، مي دونك ما متبعينوش، مي متبعين بدرهاري، كنا متبعينو با با با. سيتي جو بونس فريمون غادي يربح، دونك 100% ماشي حتى 99%. ان شاء الله. ان شاء الله خويا. شكرا تحياتي لك. المكالمه الثانيه السلام عليكم. جينا من بوردو باش نتفرجوا في الربح تاع بدرهاري، ماشي ريكو، بدرهاري ان شاء الله. وصافي. شنو تقول على الجزائريين اللي لقيتهم معنا حنايا؟ خاوه يعني يد وحده. ايوا خاوه، بحال اللي قلتي، بحال المغاربه، بحال الجزائر، بحال كلشي على بدرهاري. كاينه ولا ما كايناش؟ تحياتي. كلشي على بدر. حنا جينا نشوفوا الجار ديالنا، معنا الجزائري ديالنا. الله يحفظك خويا. حنا جينا على الجار ديالنا، ان شاء الله الثروازيام روند يكمل مع باباه. ان شاء الله. ان شاء الله. اعتريكم ما جيت ساهل. ان شاء الله يا خويا. ان شاء الله. وفيفا لالجيري وفيفا المروك. اليوم الديسك ديال لالجيري واقيلا. نعم خويا؟ غيدخل بالديسك ديال رضا الطلياني. فابيني نيشان. الديسك ديال رضا الطلياني. راه دخل به في الوزن. اخويا ما حافظوش. شنو تقول على المقابلة اليوم؟ اخويا اش غادي نقول لك؟ أنا جاي من ألمانيا باش نتفرج في هذا اللقاء هذا. وكنقول بأن صراحة إلا كان غادي يدوز خمسة رواندا غيغلب ريكو صراحة. ولأني بدر مجهد عليه بتكنيك والخبره، ويطيحوا في الروند الثاني ولا الاول. انا كنقول الثاني ولا الثالث، الا بقى معاه حتى الخامس غير بحوريكو. نزيدوا ملاحظه، يفتحوا لنا الحدود اليهوديه، افتحوا لنا هذا هاشتاغ كما يقولوا، افتحوا الحدود اليهوديه، افتحوها لا نفتحوها، افتحوا اليهود الحدود اليهودية. اخوان ومتابعين قناة شوف تي في كما كتشوفوا، ان شاء الله اليوم كنتظروا فوز ديال بدرهاري ان شاء الله. وكما كتشوف الجزائري اللي كنشكروا جزير السوق اللي هو من هولندا، هو اللي وراني كيفاش منين ندخلوا الى اخره وبلاصه حداه. كنشكروا جزيل الشكر يعني. كذلك كما كتشوفوا الدرايه المغربيه دائما. انا غادي نعطيكم واحد المنبر تشوفوا. كما تشوفوا اخوان، كما تشوفوا الملعب ممتلئ عن اخره. يلا تحياتي لكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله عند بدايه مباراه بدرهاري ضد ريكو اللي فوالا البطاريه فيها 50%. بغينا نخليوها للمقابله ان شاء الله الساعة 9 ان شاء الله، وغادي تكون على قناة شوف تي في اللي كنشكروا من هذا المنبر اللي تبارك الله عليهم، وفروا لنا جميع وسائل النقل وكذلك الدخول باش نشوفوا المقابلة ديال بدرهاري. شكرا قناة شوف تي في. تحياتي لكم.